الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد في الصلاة، يعني بعد ما ينتهي من التشهد في الصلاة، يستعيذ بالله من أربع، يعني من أربعة أشياء. الأول يقول: أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب النار، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أربع أشياء كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها. وده يا أخواننا يدخل في الدعاء اللي في دبر الصلاة. العلماء قالوا الدعاء دبر الصلوات الوارد في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، ده الموضع بتاعه، يعني في آخر الصلاة بعد نهاية التشهد وقبل السلام، بتستعيذ من الأربعة دي: من عذاب القبر، وعذاب القبر معروف ثابت بالقرآن والسنة، أنكروا جماعة لكن كلامه ما عنده قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ منه. ويوم من الأيام جاءت امرأة يهودية للسيدة عائشة فقالت: يهود تعذب في قبورها. فالسيدة عائشة بعد ذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: زعمت هذه اليهودية أن ناسا من اليهود يعذبوا في قبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عذاب القبر حق. بعد ما الإنسان دخل قبره، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، أو يكون حفرة من حفر النيران، أصل واحد من اثنين. ولا ينفع الإنسان ما بني عليه، يعني الواحد بعد ما دفنوه جوا قبره ده إما نعيم أو عذاب. أنت جيت بنيت فوق له بنيان، البنيان ده ما عنده أي علاقة مع برنامج جوا ده، ما عنده أي شغل. لو الزول ده في نعيم، بنيانك ده ما بزيده أي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في الحديث قال: فينادي مناد أن صدق عبدي. ده بعد السؤال في القبر جوا، سؤال ده لك براك، سؤال فردي براك انت، ما في شيخ معاك جوا، ما في زول بيمليك، ما في أي حاجة. بعد ما يسأله لو جاوب إجابة صحيحة يقول المنادي: صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها. ده هو داخل قبره، باقي لك زول فتحوا له باب للجنة، ويأتيه من طيب الجنة، ويفرش له من الجنة. تاني محتاج للقبة اللي بنيتها انت؟ محتاج لها في شنو؟ بنيت قبة ولعت لها لمبة فوق شغالة تولع وتطفي الليل كله، جمرة خبيثة ركبتها لها فريون وماسورة بتاعت موية، ده كله ما عنده معه شغله، كله ما يستفيد منه حاجة، تمام. ولو زولك ده في جهنم كما يقول في الحديث، قال: ينادي مناد أن كذب عبدي. كذب ده لما يكون في الدنيا ما عنده علاقة مع ربه، في الدنيا شغال كل ما يدعصر من دهله شيخ، كل ما تحصل له مصيبة بنادي بني آدم، ده يوم القيامة في القبر جوا يقول: كذب عبدي. كذب لأنه بيسألوه عن ربه، فيقول: ها، كأنه بيتذكر كده، يعني ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ما جايب خبر،
لأن ربه في الدنيا ما عنده علاقة معه. شو الشغال جايط صاي شغلته جايطة، واحد حصلت مشكلة يقول له في فكيبة جاي بيركب ركشة بيمشي له. انت ربك وين؟ انت ما تسأل ربك، اسأل الله. مشكلة وين يعني؟ هناك يقول كذب عبدي فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. أها، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. دي المشكلة هنا يا أخواننا. الزول الزيداء لو انت جيت بنيت قبة فوق له وعملت أي حاجة ما بيستفيد منه شيء، ده ما بيستفيد، لأنه مولع عليه والشغلة جوا جوا دي جهنم مولع عليه. وبالتالي يبقى يا أخواننا المسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر، ويستعيذ بالله من عذاب جهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، قال بينما أنا نائم، كان نائم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريت الجنة، شاف بعينه، قال فتناولت منها عنقودا، يعني مد له عنقود كده بتاع عنب، قال داير اشيله، قال لو اصبته، يعني لو قدرت اشيله لاكلتم منه ما بقيت الدنيا. بالله شو الشغل ده؟ كيف عنقود واحد اصلا؟ احنا انت بتجي شايل لك كيس بتاع فواكه، كيس بجاي وكيس بهنا، بتخش شفعك بلاقوك جنب الباب، لما نصلوا محل المطبخ ولا الثلاجة بكون قشوشت، وده انت تعبان بتكون راجل مرتب بتاعك عشان يجي، فهمت كلامي؟ ده الشهر كله اشوف على الفواكه بتجون يوم المرتب بس، لانه بعديها بتاع الدكان بيشيل نصه، وبتاع اللبن بيشيل النص الثاني، وبتاع النجار بتكون سكاك باقي نص الشهر الثاني ده، فهمت؟ يوم واحد شافوا الفواكه دي كيسين بيقشوهن من جنب الباب، انتهى الموضوع ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتناولت عنقودا لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن خمار المرأة الحورية في الجنة، خمار مش هي، هي دي موضوع تاني ده، خمار اللابساو. قال وإن نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. خمار ده أخير من الدنيا والفيها كله، ده بعدين في الجنة، عشان كده شد حيلك كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلعت حورية على أهل الأرض، لو عاينت كده بس في الأرض دي، قال لملأت ما بين السماء والأرض نورا. نسواننا ديل زي ده؟ ها؟ شوف دي النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة، قال وأريت النار، كمان وروا النار، قال ما رأيت منظرا قط أفظع، منظر أسوأ من ده ما في. قال فهي سوداء كالغار، الغار أسود، غار ده ما ظلام مقفلة، ربنا قال إنها عليهم مؤصدة مقفولة كده. انت بس اتخيل دخلوك في مكان ظلام، ظلام كله، افرض ما فيه نار ذات، ما في ظلام، دار تفتح باب تمرق به ما في باب فاتح مقفل، اها موقفك كيف انت يا ناس؟ يا ربنا سبحانه وتعالى قال يطوفون بينها، يعني بين النار المولعة دي وبين حميم آن، في حميم موية سخنة مولعة، موية مولعة بس، والنار بجاي، يعني في النار حبة وفي الموية حبة، في النار الموية، الموية يطوفون بينها وبين حميم آن. اللي بيقدر على شغل زي ضمنه ده ما في زي اللي بيقدر عليه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان كل صلاة
يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الفتن كثيرة، والفتن دي اللي بتدخل الناس جهنم ذاتها. شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني الفتنة دي بتعرض عليك يومي فتنة جديدة. يوم القلبك يرق تلاقيك مرة مشيت معاه خطوة الأولى الخطوة الثانية قلت لك أنا ما شفت زيك، ومن يوم ما رأيتك زاد قلبي السعادة وما عارف شنو، وقعدت تحكي لك في الكلام زي ده وانت ماشي معاه ترى بتمسك الدرب ده وبتمشي فيه لقدام وبتتورط. دي فتنة. انت كان مرقت من دي بتنعرض عليك فتنة ثانية. انت شغال مظبط امورك، بتبيع لك شاي، سايق توك توك، كمساري في حافلة، شغال مدرس في مدرسة، طبيب في مستشفى، ممشي امورك، بيجيك فتنة بتاعت قروش. يقول لك يا اخي شنو انت راجلي مرتب 3 مليون اخر الشهر ولا 1.5 مليون وتعبان، تعال بقى اشتغل معانا قروض، شغل بتاع لبع تقيل، قروش لبع نظيف. يقول لك شنو انت بتلقط فيها كده، تعال بقى جاي خفته واحده انت بتغنى. دي فتن بتاعت مال تعرض عليك برضو. انت كان بقيت قوي بيجيك فتن ما بتقي فصه، شغل الغربال ده مدور كده. كل مرة انت بتتعرض على فتنة جديدة، تجيك فتن بتاعت الدين، ودي ما اكترى كمان. انت تقول والله نحن السرقة خليناه والحفلات خليناه، ها ودار نبقى مولانات بعد ده، دار نبقى ناس دين. اها مولانا دار تمش وين؟ يقول لك والله الطريقة بجاي فاتحة، ارجع على الشغل بتاعك ذاك، مش حفلات ايوه ارجع وداك لابوك الشيخ شنو يا اخي الله يهديك. دي الورطه يا دوب انت يا دوب بدت غلط، لانه انت زمان كنت بتعمل في الغلط وعارف رقبتك غلطان وبتستغفر ربنا لما تصلي لك ركعتين، ها وانت جاي من الحفله وقلبك قابضك تسمع في الغنى والبنات والشغل ده وقلبك ذاته قابضك، تلقاك بتستغفر تقول استغفر الله في الصلاة استغفر الله، اها اكن جاي من النوبة بتقول استغفر الله. يا زول انت بتعتبر نفسك يا دوب كده مشيت ولا بتستغفر ذاته؟ ولو جاء واحد قال لك استغفر الله تقول انت مجنون؟ انت ما عندك مخ؟ استغفر الله من شنو؟ انا بذكر في الله الليل ده كله وانت شايل لك نوبة وشغال سرتي حرتي، ما هو الفجل ما هو البامبي، دخل باللام عم فتح بالكي جابوا الحلوسي وتحت البامبي ده شنو هسه؟ ده يقول لك ذكر يا مولانا نحن ماسكين يا دايم الليلة جت يا دايم لا لوبة. شفت كيف؟ دي الورطة يا دوب هنا ده يا دوب تورطتها، لأنه أنت مسكت لك دين برجعوا لك بعدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا، شوف الكلام ده كيف ما تجوط الشغلانة ساي، ليس عليه أمرنا فهو شنو؟ رد برجع عليك مردود. كيف الكلام ده؟ الطريقة التجانية زمن النبي كانت فيه، النبي قال ابقوا تجانية، لا دي كان قابلت بها الله يوم القيامة برجع عليك مردودة فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، على الحوض فرطكم يعني أنا بمشي قدامكم. قال وإنه يأتي أقوام فأقول أمتي، أول ما يجوا عليهم أثار الوضوء تحت الغرة فوق والتحجيل تحت في الرجلين، فأقول أمتي يعني تعالوا أشربوا من الحوض. قال عدد آنيته كعدد نجوم السماء، دي الآنية حول الحوض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، أشد بياضا من الثلج، أشد برودة من الثلج وبياضا من اللبن وأحلى من العسل. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبه، بالله شوف النعيم ده كيف. الناس بيجوا قال النبي صلى الله عليه وسلم
وإنه ليزادن أقوام عن حوضي. يزاد كما يزاد البعير الضال. لو يكون في بعير ما تابع للبهائم ويجي جار ذا يخش مع بهائمك بتقرعه غادي بتطرده كويس، في ناس بترضون. النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي رجعوهم خلوهم يشربوا. قال فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا بعدا، روحوا يقول لهم. المشكلة يا أخوانا إنه أنت تمسك لك دين، الدين ده ما عنده أساس لا من كتاب ولا من سنة، عشان كده فتش دينك تمام. أنت تابع لطريقة ما تزعل من كلامنا ده، واحد تلقى واقف بعيد ولك أنا عارفهم، بيبدو لك بالآيات ولا حديث بعد شوية بخش في الطريقة أنا عارفهم، أي بخش في الطريقة لأنه ما عنده أساس لا من كتاب لا من سنة. أنت جبتها من وين؟ تعال نسألك سؤال، سؤال يا صوفي، أنت برهاني؟ أي بس جبتها من وين؟ كده حدثني من وين جبتها؟ النبي كان برهاني؟ يقول لك لا أنا ولا أنا. النبي لون نوبته لونه كيف؟ خضراء ولا بنفسجية ولا لونه شنو؟ لا لا ما عنده نوبة. طيب مالك معانا يا أخي؟ مالك أنت؟ خليها دار تعب دار يقول لك دار أذكر الله والسبحة دي يا مولانا نحن بنحسب بها، أنت خايف ياكلوك في حسابك ولا شنو يعني؟ ما في أثر أنت مسكين. ربنا سبحانه وتعالى قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما بتضيع لك حسنة آية واحدة ما بتضيع، بس أنت سويها حسنة ما بتضيع، لكن حقاتك ده ما حسنات، شغال الليل كله يا دايم واحد يا دايم اثنين يا دايم ثلاثة، ده ولا حسنة ما فيهم، ما في ذكر اسمه يا دايم ولا في ذكر اسمه سرتي ولا حرتي، وكل دم دي ما أذكار كلها كلهم أذكار. وقال ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الدائم، لكن بيوهمك الشيخ الصوفي يقول لك الطريق بتاعنا ده طبعا ده طريق مجرب، أجربوا منه قبل كده، أنا بعرف الطريق المجرب اللي بيدخل الجنة ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ده مجرب. مجرب كيف؟ لأنه الناس السلكوا ديل ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. في حاجة تاني مجرب ولا ما مجرب؟ ده مجرب 100%. طيب طريق أبوك الشيخ مجرب؟ والله بعدين تتورط ورطك. ربنا قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تقف يوم القيامة تفتش لعملك اللي عملته كله، ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما عنده أي قيمة. ليه؟ لواحد من سببين، إما عمل معه شرك أو عمل على غير السنة. أي عمل ما سنة ده ضياع زمن، ضيعت زمنك ومش يا ريت لو ضيعت الزمن وحبايب بعدين يوم القيامة تطلع نظيف. لا ما نظيف، البدعة اللي عملتها هي تتعاقب عليها، تتعاقب عليها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا يا أهل الكتاب لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبالتالي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الأربعة دي، آخرة يستعيذ من المسيح الدجال، وكان اتكلمنا عنه قبل كده ممكن نفرد له حلقة ثانية، وهو شر وأخطر فتنة بين يدي الساعة. مع ده كله مع فتنة الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسيح الدجال أخوفني عليكم، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. في ناس أخطر على هذه الأمة من المسيح الدجال، يجي الكلام عنهم في وقته. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد.